السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدي اروح اشوف شاب حكى معي عدة مرات وكلب، وبدي اشوف له الكلب. مصر اني اشوف له الكلب، فانا قلت له هو ماخذ راي على الصحة وماخذ ابرة. هسه انا بحكي لكم التفاصيل كيف لما بنعض الواحد من كلب بكون مش مطعم. الكلب مش مطعم اللي عضه، مش مطعم بيع كلب، بيع الكلب اللي هو الصعار لازم يطعم. فشو الإجراءات اللي لازم وين لازم يروح؟ وهينا بالطريق للشارع. كلب فلت. فلت. لما فلت أجا دخل بين إجرائي. أنا فتحت إجرائي، هو دخل عضني المصب بالضبط. صارت فريش تشوف. طيب كديش لك معضود بالضبط؟ كديش لك معضود؟ صار له 4 أيام. 4 أيام. طيب هسا رحت على الصحة، شو أعطوه؟ مستشفى رمان بعطوني إبرة نفس الصحة. لازم أنت تأخذ 3 إبر، بس هسا مش بدهم يعطوك بعد، مش بدهم يعطوك شيء. لا ما فهموني شيء. 20 إبر. هم حكوا لي إنه نبدأ معك أنا. الكلب مش مطعم. هو الكلب مش مطعم، بس الكلب إذا الكلب من هال لعشرة أيام ما متش الأمور تمام. إن شاء الله. خلينا نروح نشوف الكلب. يلا. أكيد طبعا. هذا هو العباس. أوف. تعال حاتم سلم عليك. ليش دمك طالع من هالشارع؟ ما في كتة هيك. يا لما بتقعد والله عندي كتة. عندك كتة واحد ممر بالضبط. ما في الاكيتا ياباني وفي امريكا. طيب هذا شو؟ امريكا. انا عندي الياباني، الياباني احسن. الياباني اصغر منه. اصغر بس الياباني احسن. بس الاكيتا الامريكي الشرقية. الاكيتا الامريكي الشرقية. الياباني 5000 كيلو. هذا الاكيتا الامريكي. بس. من جد. بس تشوف ناس غرب بنهبل. عادي. يعني يوم اتوكلت على لا ولا شيء يا صافي. سلم تعال. سلم. 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 مش معي شك في شيء. ليش دنبه هيك؟ دنبه مكسوس على فكرة. تك في اشي دنبه. يا تك. دير بالك الكلب جربان. اعطيته ابر. جربان. لا لا باخذ ابر. ما هو معاه جرب. ولا ايش حطك براسي. علاء قول قوي. قول قوي. قوي. تعال. تعال. يكون بواحد يصير باثنين. تعال. هات ايدك. تعال. لو معاي هالشغلة كانت 5 دقايق بحللك اياها.